أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل تزوج امرأة قبل 25 سنة وهو مسلم، وهي كتابية نصرانية من بلد آخر، ولا يزال متزوجا معها وهي لا تزال على دين النصرانية، ولهما أولاد، فهل هذا الزواج صحيح مع العلم بأن المرأة تعلم الكثير عن الإسلام ولا تريد أن تسلم؟ نعم، الزواج صحيح بنص القرآن: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا كانت عفيفة. محصنة يعني حرة، ليست رقيقة، وعفيفة عن الزنا، فإنه يحل للمسلم أن يتزوجها وأن تبقى معه، نص القرآن. نعم.